بسم الله الرحمن الرحيم. هنواصل حديثنا عن البكتيريال ريسبيريشن. تمام، بص عايز اخسرك كده في دياجرام حلو عشان ما ننساش حاجه. خلاص، اول حاجه خالص لازم هنعرف يعني بكتيريال ريسبيريشن. تمام، الديفينيشن هو ايه؟ عباره عن انرجي ييلدنج بروسيس او عمليه انتاج طاقه in which oxidation is followed by reduction، يعني اكسده متبوعه باختزال. تمام، oxidation or reduction. تمام، جميل. نبص بقى الدياجرام ده هيلم لك كل حاجة. بص كده bacterial respiration بعد ما عرفناها. تمام، نكتبها في النص كده، خد بالك احنا عرفناها الأول. ها تمام، بص هنتكلم عن حاجتين، عن الأكسيديشن والريدكشن. تمام، الأكسدة والاختزال، هنعرف ده ونعرف ده. تمام، طيب وبعد كده هنتكلم عن الريسبيريشن الهوائي واللاهوائي. تمام، ونحط لكل واحد فيهم معادلتين. تمام، بص في المعادلات في دونر واكسبتور. الدونر هيبقى جلوكوز، ده هيبقى ثابت مش هنغيره. الاكسبتور ده بقى متغير حسب ان كان هوائي او لا هوائي. تمام، وعلى رأس ذلك كله المتطلبات. تمام، ايه هو الاكسيديشن؟ يا اما اديشنال اوف الاكسجين او ريموفال اوف الهيدروجين. تمام، ده الديفينيشن بتاعه. طب الريدكشن العكس، اديشن اوف الهيدروجين او ريموفال اوف الاكسجين. تمام، بعد كده نبدا الكلام عن الهوائي، عن التنفس الهوائي. تمام، ان ايروبيك اورجانيزمز، في الاورجانيزمات الايروبيك. تمام، هنحط معادلتين. المعادلة الأولى معادلتين توضح عملية التنفس بتتم ازاي. تمام، جزء جلوكوز هنلعب فيه على ذرتين هيدروجين. تمام، هنعمل ده كله اكسيديشن. تمام، هيديك جلوكونات زائد سي او 2. تمام، زائد اتش 2 زائد انرجي. تمام، زائد الكترون حر. المهم اللي حصل ايه هنا؟ اللي حصل احنا دخلنا الاكسجين، اللي احنا دخلنا اكسجين على الجلوكوز. تمام، الاكسجينيه خدت ذره كربونايا فتطلع سي او 2. تمام، واداك تاني حاجه اسمها جلوكونيت. وبالنسبه للذرتين اتش، ذرتين اتش دول بالنسبه للجلوكوز زي الابن بالنسبه لايه؟ للام. خلاص، تاهوا كده وبقوا ايه؟ في الشارع. خلاص، فلما تاهوا ايه اللي حصل للجلوكوز؟ الجلوكوز زي الام بقى صوتت. تمام، فالتصويته ديت اللي هي طلعت ايه؟ انرجي يعني. خلاص، تمام، ايه اللي هي الانرجي. تمام، بعد كده الهيدروجينتين بقى عايزين يتامى. خلاص، عايزين حد يكفلهم. تمام، فمين بقى الاكسبتور اللي هياخدهم؟ الاو 2. تمام، بس الاكسجين ده منين؟ من الاتموسفير. خلاص، لانها ايروبيك اورجانيزمز. تمام، فتحصل اكسجين من الاتموسفير، هيحصل بقى ريدكشن ويتكون حاجه اسمها اتش 2 او 2. طيب الكاتاليز هيحول اتش 2 او بلس او 2. تمام، الاتش 2 ده خطر بالنسبه للخليه. ليه؟ عشان هو بيغير البي اتش. بص، دينجرس لانها بتقلل البي اتش. خلاص، بتخلي الوسط اسيدك، وده في حد ذاته ممكن يموت الخليه. تمام، طب الانرجي هنستخدمها في ايه؟ هنحول الاي تي بي او الاي دي بي لاي تي بي. تمام، هنحول الاي دي بي لاي تي بي. تمام، ده بالنسبه للهوائي ولا هوائي. نخش على الدونر والاكسبتور. بص، سو لذلك الدونر هنا مين؟ مين اللي ادى العيال الجلوكوز؟ والاكسبتور مين اللي كفلهم؟ الاكسجين، بس فروم الايه؟ فروم الاتموسفير. تمام، او اتموسفيريك اوكسجين. تمام، انا ليه باكد على كلمه اتموسفيريك؟ عشان في المعادله رقم واحد لما حصل اوكسيديشن ودخل اكسجين، مش لازم بالضروره يكون اتموسفيريك، ممكن يكون موجود في الخليه نفسها. تمام، ناتج بقى من عمليات ناتج من عمليات الميتابوليزم بتاع كده يعني. خلاص، بعد كده في بس انبهه صغيره. شايف انت ال H2O وال O2 minus؟ O2 minus اللي هو الالكترون الحر اللي فوق في المعادله ده are toxic. تمام، are toxic substances but not affect the aerobic cells. ليه؟ عشان في الكاتاليز ده بيحل H2O2 والديسميتيز. الديسميتيز ده بيدي اكتيفيت الـ O2 minus. تمام، طيب بعد كده in an aerobic organism اللي هو الهوائي بقى. تمام، هنحط له معادلتين. تمام، الجلوكوز زائد 2 H بردك، الجلوكوز في 2 اتش بردك. خلاص، هيحصل له اكسيديشن رغم ان الاورجانيزم ان ايروبيك، بس الاكسجين هنا مش لازم بالضروره يكون من الاتموسفير. تمام، هيديك جلوكونيت بردك زائد سي او 2 زائد اتش 2. تمام، زائد انرجي. تمام، تاني حاجه هناخد بقى الكفيل هنا بقى مين بقى في المعادله التانيه؟ مين اللي هيبقى كفيل الاتش 2؟
اكيد مش الاتموسفيريك اكسجين زي المعادله زي الايروبيك اورجانيزمز، لا هنا هيكون نيتريت. تمام، النيتريت او السلفيت هيحصل ريدكشن وهيديك نيترايت. تمام، والسلفيت سلفايت. تمام، سو يبقى الدونر هنا ايه؟ الدونر ثابت جلوكوز. طب والاكسبتور هو النيتريت. في بس ان بيها صغيره كده، عايز نقول ان الانرجي فروم الايروبيك سورسز اكبر من الانيروبيك ايه سورسز. تمام، طبعا الايروبيك اكتر من الانيروبيك. تمام، بعد كده المتطلبات خلاص او requirements. تمام، سهله خالص requirements يا سيدي، هتقول كده رقم واحد respiratory enzymes، رقم اتنين cytochrome pigment. تمام، الحاجات بتاعة التنفس يعني. خلاص ماشي، بعد كده في البكتيريا او bacterial enzymes. تمام، شوف في حاجة فيها الديفينيشن هي عبارة عن كاتاليست. كلمة سر هي عبارة عن كاتاليست. خلاص، طيب كاتاليست بتعمل حاجات، هي انيشيت و اكسلريت الكيميكال رياكشنز. تمام، without themselves being changed اثناء اثناء التفاعل. تمام، كلام قديم. بعد كده عايز اقول حاجه، هي بتاكت ابون سبستريت. بعد كده الكاركتر بتاعت الواي بتاعت الانزيمز هي بروتين نيتشر. تاني حاجه سبيسيفيك، تالت حاجه مور سبيسيفيك. هي دي الكاركتر. خلاص، يعني بروتين النيتشر. خلاص، يعني produced only by living cells، يعني الخلايا الحيه بس هي اللي بتنتج بروتين. خلاص، طيب بعد كده specific in its function and named according to it زي البروتيوليتيك انزيمز مثلا، تعمل بروتيوليسيس للبروتين. تمام، بروتيوليتيك انزيمز كوز بروتيوليسيس اوف البروتينز. تمام، بعد كده is more specific in action، بمعنى ايه؟ احنا بروتيوليتيك انزيمز لا، ممكن نخليها متخصصه اكتر، نقول ايه جيلاتينيز مثلا، الجيلاتينيز ديت اكت اون الجيلاتين. خلاص، عايز اقول بس الاستراكشر، بص بالنسبه بس للتركيب بتاعها والتكوين، بتتكون كالاتي كو انزيمز وابو انزيم خلاص والسبستريت. خلاص، شايف انت الابو انزيم ده؟ الابو انزيم هو ابو الانزيم، هو ابو الانزيم. تمام، يعني الانزيم نفسه يعني. خلاص، ابو انزيم، ايه بقى الابو انزيم ده؟ اعرف عنه كده ان هو عباره عن بروتين النيتشر. تمام، ثاني حاجه ان هو ريسبونسبل فور اتس سبيسيفيستي. خلاص، لان على شكل الابو انزيم بيركب بتركب السبستريت. تمام، ثالث حاجه الكو انزيمز هنقول سمولر مولكيول. خلاص، اسمها البروسيتيك جروب، بروسيتيك جروب. تمام، بعد كده نون بروتين النيتشر. خلاص، many of them are members of vitamin B complex زي الكو انزيم 1 والكو انزيم 2. تمام، هم عباره عن بس ايه members of the vitamin B A complex. تمام، يعني فيتامينات يعني. خلاص، تمام، بعد كده في حاجه اسمها التايبس. خلاص، او الانواع. بص التايب دي سهله ما فيهاش كلام كتير يعني، عندك حاجه اسمها constitutive، عندك حاجه اسمها inducible. خلاص، inducible و constitutive. بص تعال هعمل كده ايه اوجه المقارنه هنا، هنبدأ بالديفينيشن. الكونستيتيوتيف سينثيسيس الريسبكشن تو ذا انفايرمنتال كونديشنز، يعني بص لازم تتصنع سواء كان في مجاعه ما كانش في مجاعه، كده كده لازم تكون موجود، لازم مهمه عشان البكتيريا تعيش، لازم. خلاص، بغض النظر عن اي حاجه تانية. خلاص، هي دي حياتها. تمام، طيب بالنسبه للانديوسبل، لا بروديوسد اونلي in the presence of inducer اللي هي substrate يعني. خلاص، يعني ايه؟ يعني مثلا انزيم مثلا بيعمل مثلا بروتيولوسيس مثلا يعني، فده مش البكتيريا اقتصاديه، مش هتنتجه غير لما يكون في مثلا بروتين بحيث توفر طاقه وتوفر مواد خام او امينو اسيدس مثلا. تمام، جميل. تاني حاجه الاكزامبل هنا زي respiratory انزيمز، مهمه جدا طبعا، ما تقدرش تصنع عنها، لازم تصنعها بغض النظر عن اي حاجه. تمام، بعد كده الانديوسبل زي مثلا بروتيوليتيك اي انزيمز. تمام، طيب ناخد تالت حاجه، تالت عنصر الامبورتنس او الاهميه. بص الاهميه هنا اقصد بيها الاولويه، ده essential
4 كروس بيتصنع بغض النظر عن اي حاجه. طب الانديوسبل؟ لا الانديوسبل ايكونوميك. يعني ايه ايكونوميك؟ يعني البكتيريا بتوفره لحد ما يكون في سبستريت بحيث انه يشتغل ايه على السبستريت دي. تمام ماشي. نيجي النقطه بقى اللي بعد كده اسمها البكتيريال بيجمنت. بكتيريال بيجمنت تمام. اللي حاصل ايه عندنا؟ تايبس انواع البكتيريال بيجمنت. بص ده سهل، الموضوع لذيذ اصلا. في حاجه اسمها اندو بيجمنت، حاجه تانية اسمها اكسو بيجمنت. تمام انا عايز اسكمها لك كده عشان ما تنساش حاجه خالص. تمام بص الاندو بيجمنت عباره عن ايه؟ شوف البكتيريا بتبقى نفس البكتيريا نفسها متلونه. الاكسو بيجمنت لا، البكتيريا بتبخ بيجمنت في الكالتشر او الميديا. تمام ده هنكتبه ازاي؟ نون ديفيوزبل، انما الاكسو بيجمنت ديفيوزبل. تمام جميل. بص هنا اللون بيظهر داخل الكولوني نفسها. تمام يعني ايه؟ يعني ده يعني داخل مستعمر البكتيريا نفسها خلاص. تمام انما في الاكسو بيجمنت لا، الكولون بيظهر حول المستعمرة البكتيرية. تمام شوف النقطة دي زي الجولد مثلا، كولونيز باي الستاف اوريوس مثلا. الستاف اوريوس العنقودية الذهبية خلاص. انما الاكسو بيجمنت زي الجرينش ميديا باي بكتيريا اسمها سودو مونوس. السودو مونوس دي اذا مثلا لما تلاقي مثلا واحد محروق ولا حاجه مثلا في قسم الحروق، ممكن لو الجرح مثلا ما تحطش عليه مثلا الكريمات والمضادات الحيويه اللازمه ممكن جرح يخضر عشان السودومونس دي خلاص. بعد كده بيجمنت بروديوسد باي سودومونس. تمام بص السودومونس سودو اللي هي فولس يعني مونس من كلمه مونو يعني وحده او يونت يعني خلاص، اللي هي فولس يونت يعني خلاص. طبعا هناخد ان شاء الله باذن الله بالتفصيل اكتر في السبيشال بكتيريولوجي، بس عايز بس اديك معلومات عنها كده في البدايه. البكتيريا دي منتشره جدا في الهواء وفي كل حته، وهي انواع كتير بتطلع انواع بيجمنتس مختلفه. تمام انا بقى عايز اجمع لك كل الالوان ديت في رسمه واحده. تمام شويه الامور بتكون الوان ايه؟ احمر، واللون التاني صراحه مش عندي دلوقتي اصفر، واللون التالت اخضر. تمام اللون الاحمر اسمه ايه؟ بايوروبين. بايوروبين الار ديت بتكرك بالريد. اللون الاصفر فلوريسن. اللون الاخضر بايوفردين زي بالفردين جرين كده هي بتاعت البايل. اللون الاسود اسمه بايوميلانين خلاص. اللون الازرق بايوسيانين خلاص. حتى جاي منها كلمه ساينوزس، ساينوزس الازرق يعني لما واحد يتخنق بتاع كده يعني. بعد كده الفاكتورز افكتنج البيجمنت برودكشن، رقم واحد الايروبيك كونديشنز، رقم اتنين الروم تمبريتشر خلاص. زي عندك واحد فنان مبدع عايز يستخدم الوانه، فلازم يكون في تكييف، ولازم يكون التكييف ده في اوضه. تمام جميل. بعد كده الفانكشنز، شفت انت الايروبيك كونديشنز دي تحتها على طول respiration خلاص. بعد كده البكتيريال اكشن. وبكده نكون وصلنا لنهايه الدرس، ونختم درسنا في فقره بلغوا عني ولو ايه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم.